مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية. وها هي انطلاقة شوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوط الختام الخاص بالحجايج البكار، هنا أيضا لأبناء القبائل ضمن الأشواط العامة المنطلقة في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ها هي إذا انطلاقة ختام أشواط هذه الفترة الصباحية، وهناك نيسان بترول بيك أب للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. نسير على الصدارة والمقدمة والمركز الأول، انذار عامر بن خميس بن محمد بن سعيد الخذيري من يأتينا على صدارة، ولكن أرى هنا الانطلاقة والتغيير من الذهبة معجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخياري من انطلقت على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني جبارة مذكر بن راشد بن حمود بن شافي الشافي من انطلقت في هذا الأداء المميز الجميل، الوصول هناك أيضا في هذه اللحظات والتسلل من أسطورة محمد بن مطر بن مطوع لكتبي من أتانا هنا أيضا بأسطورة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. الظبي لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري من الجانب الآخر، الوصول هنا أيضا والانطلاقة هو التحدي في هذه اللحظات من قبل الطيارة عامر بن راشد بن مسلم العمري المنطلقة رابعا. وفي المركز الخامس انذار عامر بن خميس بن محمد الخذيري المنطلقة في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للخماسية الجميلة على أرضية هذا الميدان وما خلف المراكز الخمسة الأولى. هناك أسامي، هناك شعارات تنطلق وتتواجد في هذا التحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى التحدي، إلى الثنائية الجميلة هنا على أرضية هذا الميدان، وهناك أسطورة على الصدارة وعلى المركز الأول المنطلقة لمحمد بن مطر بن مطوع الكتبي من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مرحبا بالجميع. هنا المركز الثاني، هنا الوصول من الطيارة عامر بن راشد بن مسلم العمري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث جبارة مذكر بن راشد بن حمود الشافي من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المتحدة علي بن حمد بن راشد بن سيف الراشدي المنطلقة في هذه اللحظات، ومن الجانب الآخر الوصول هنا أيضا من قبل بلورة علي بن حميد الرزي. هنا من وصل في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، أسطورة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول محمد بن مطر بن مطوع بن هاشم الكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور بقيادة علي المدهوشي من يتابعها في هذا الانطلاق المميز الجميل. المركز الثاني الطيارة عامر بن راشد بن مسلم العمري، وعلى المركز الثالث، المركز الثالث هناك الوصول لهذه اللحظات بهذا الانطلاق رعود عبد الله بن سعيد بن مبارك المنصوري، والقادمة هنا المتحدة العلي بن حمد بن راشد بن سيف الراشدي، وتأتينا أيضا بهذا الانطلاق بلورة، بلورة هنا العلي بن حميد الرزي الشومسي. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة دورة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. وهنا رعود، رعود من
الآن غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. عبد الله بن سعيد بن مبارك المنصوري من انطلقت على الصدارة. هناك تأتينا الطيارة عامر بن راشد بن مسلم العمري على المركز الثاني وفي المركز الثالث. هناك الوصول من الظفرة أحمد بن صقر بن محمد العامري أيضا من الجانب الآخر. يا سلام يا سلام التحديات، ولكن المتحدة علي بن حمد بن راشد بن سيف الراشدي من انطلقت على المركز الأول. وعادت الطيارة عامر بن راشد بن مسلم العمري من انطلقت. وهناك الوصول أيضا هنا من زعفران عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي من تأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع هنا تعزيز عمر بن سليمان بن سلامة القايد الجهني، ولكن سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا على فوز الطيارة العامر بن راشد بن مسلم العمري على هذا الفوز الجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. شكرا يا ولد السهران على هذا الفوز الجميل. ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني وصلت المتحدة علي بن حمد بن راشد بن سيف الراشدي. وهناك أيضا وصلتنا تعزيز عمر بن سليمان بن سلامة الفايدي الجهني. وعلى المركز الرابع من وصلت هنا بلقيس الفيصل بن علي بن راشد الجربوعي المري. وفي المركز الخامس كانت هناك أيضا في هذه اللحظات فرحة لمايد بن سالمين بن قردوس بن عبيد العامري على المركز الخامس. هذه هي النتائج وها هي لحظة الوصول. هنا أيضا 6:09 جزء واحد من الثانية التوقيت الزمني للطيارة لعامر بن راشد بن مسلم العمري. تهانينا له والناموس على هذا الفوز المميز الجميل. شكرا نود السهران على هذا الأداء المميز. المركز الثاني كانت المتحدة ب 6:13 ثمانية أجزاء من الثانية العلي بن حمد بن راشد بن سيف الراشدي. وكانت هناك تعزيز لعمر بن سليمان بن سلامة الفايدي الجهني بتوقيت زمني مقداره 6:13 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.